صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا، وطبعا بذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج اللي رح تمرق باسفل الشاشه، يمكن على الفيسبوك على تويتر او عبر الانستغرام. نحن فعلا بحرب حقيقيه مع عدو غير مرئي اللي هو فيروس الكورونا، وقد فعلا المبادرات الفرديه بلبنان عم بتكون فعاله يوم بعد يوم بتطوير وابتكار يمكن اساليب جديده او حتى تطوير معدات جديده لحتى نحمي حالنا ونساعد الفريق الطبي ككل. ففعلا هيدي المبادرات الفردية عم تكون بخدمة المجموعة. اليوم بدنا نحكي عن مشروع جديد أو عن تطوير إذا بدكم ايروسول بوكس، رح نحكي بتفاصيله، خاصة أنه مستشفى رفيق الحريري الدولي طلب أنه يتم تطوير هيدا البوكس حتى يقدروا يقوموا بالفحوصات للمرضى ويكونوا هن بمأمن ومعزولين عن أنه يلقطوا كمان الفيروس، عدا عن تطوير ماسكات الوقاية. ورح يكون في إذا بدكم خط أو أونلاين ويب سايت أونلاين للحجر الصحي ولأماكن الحجر الصحي وكيفية إيجادها. التفاصيل كلها رح ناخذها مع المهندس وائل خليل. صباح الخير. اهلا وسهلا. بالبدايه رح نحكي عن مشروع ايروسول بوكس، هذا المشروع يلي عم بتطوروه او طورتوه. بالبدايه خبرني عن الفكره، مثل ما ذكرت من شوي انه مستشفى رفيق الحريري هو اللي طلب منكم تطوروا هذا البوكس، ليش وشو بيعمل هالبوكس؟ اوكي حبلش لك. اول شيء البوكس هو عباره عن سمبل بوكس، هو بوكس ترانسبيرنت، شغلته يكون بارير بين الحكيم والبيشنت. فبيستعملوا الحكيم لما يكون عم يعمل انتوبيشن للمريض، وهي هيدي البروسس اصعب بروسس، بس ليكونوا عم بيعملوا انتوبيشن بيطلع البيشنت ميوكس، بيطلع فلويدز اللي هي بتحمل بتنقل هيدا الفيروس. وان ذا بروسس طبعا بنعرض الحكيم للفيروس. سو البوكس شغلته يحمي الحكيم من الفلويدز اللي طالعه من البيشنت ان ذا بروسيس اوف انتيوبيشن. فبيكون اتس ترانسبيرنت بوكس، في له فتحات، طبعا بيكون الحكيم عم بيستعمل جلوفز، فبيكون في فول بارير بينه وبين البيشنت، وله فتحات كمان على الطرف اذا كان في شيء حدا. كيف كده البوكس قبل وشو طورته فيه؟ هو البوكس اول بوكس انعمل بتايوان بالحكيم تايواني لمكافحه الكوفيد 19، بس كان شوي مش مريح، بوكس طبيعي، وكان عم بيضيق الحكماء بقصه الريفلكشن تبع الضوء وما عم بيقدروا يستحكموا مزبوط. سو طورنا البوكس بالتعامل مع حكماء برات لبنان وبلبنان، وصلنا للديزاين اللي هو اكثر شيء مريح لهم. هلا البوكس اللي عم نشوفه نحن على الهواء مزبوط. هو وصلنا للديزاين اللي هو اكثر ديزاين مريح، بيقدر الحكيم يستحكم فيه، بيقدر الحكيم وواسع انف لانه يفوتوا مثلا الانتوبيشن باج اللي هو اذا بدهم يعملوا له مانيوال انتوبيشن او اذا بدهم يعملوا له انتوبيشن على المكنه. حتى الممرضات كمان ممكن يكونوا مزبوط، هو في له فتحات على الجنب ان كيس حدا كان بده يساعد الحكيم ديورينج ذا بروسيس اوف انتوبيشن، وطبعا كلهم محمي. هذا البوكس هو لحمايه الممرضات والممرضين والدكاتره ايضا 100%، ولكن ما راح يكون في احتكاك مباشر مع المريض من خلاله ولا مبلا كمان بضل الاحتكاك مباشر؟ اللي هو لا هو اذا بيكونوا مستعملين ذا رايت بي بي اي اكويبمنت، ذا رايت الجلوفز والشيلدز، وفي هالبروتكشن بينه وبين البيشنت ما حيكون في احتكاك. نعم. امتى بيتم استخدامه غير بالانتوبيشن؟ هو بس اتس ديزايند فور ايمرجنسي يونتس، اتس ديزايند فور ورست كيسز، لما يكون البيشنت وصل لمرحله بده فنتيليتر ونحن يكون عندنا عدد كثير من البيشنتس وما عم نلحق وما في هالقد بي بي اي اكويبمنت، ما في كثير فيس شيلدز. بنعرف كلنا عم نواجه مشكله الماسكات وكلنا عم نواجه مشكله الفيس شيلدز بالعالم. نعم، يعني هيدا بمرحله متقدمه في حال وصلنا. مزبوط، لا سمح الله ان شاء الله كل شيء عم نشتغله. نعم. هو ورست كيس سيناريو، يعني ان شاء الله ما نوصل لنستعمل الفنتيليترز ولا نوصل لنستعمل هول الانفنشنز اللي عم نعملهم ذات ار تارجتنج ورست كيس سيناريو. امتى بدا العمل عليه؟ والله لاست ويك اكشلي، يعني صار لنا اسبوع عم نشتغل عليه، بعتناه دغري على المستشفى. من يومين وصلونا الكومنتس، امبارح خلصنا الديزاين صنعناه
وهلا من اسبوع طلب منكم انه تطوروا هيدا البوكس، ومن اسبوع بداتوا بالعمل عليه وخلص. نعم. هلا يس. ولا قد ايه بعد بده وقت يصير؟ لا خالص هي موجود. نعم. بالصور. اوكي. رح يتم تسليمه لمستشفى رفيق الحريري. مزبوط. هلا خلصنا هيدا اللي عم بتشوفوه بالصور هو فيرجن الاول. تضبط الفيرجن بيست على الكومنتس تبع الحكمة بمستشفى رفيق حريري الدولي رفيق حريري. نعم. وحاليا زبطنا الديزاين الثاني وافتر ذس انترفيو حيوصل عندهم. نعم. ورح يتم توزيعه على باقي المستشفيات ولا yes. مخصص once... فقط لمستشفى لا رفيق هو الحريري. هو الديزاين اللي عم نعمله اول شيء اتس اوبن سورس سو متاح للجميع بالعالم مش بس بلبنان. نحن عم نشتغل ان كولابوريشن مع برا سو الديزاين بس يوافق عليه ويعني يوافق على ذا فاينل ديتيلز تبعه حنعمل ماس برودكشن وهو ذاته الديزاين فينا نبعته لاي منطقه بلبنان اي حدا عنده ليزر كتر في صنعه. نعم. من شو تم تصنيعه؟ سمبل في يتصنع يا اما من اكريليك شيتس او من بولي كاربونيت شيتس المهم يكونوا شيتس ديورابل وترانسبيرنت. اوكي. ومع مين تعاونتوا حتى تصنعوا هيدا البوكس؟ صنعنا هيدا البوكس ببريتك فاب لاب وبفندنج منهم. ومين كان عم بيساعد بتصنيعه؟ انتم بس كلابوراتوار؟ كفاب لاب ايه كفاب لاب نحن كنا عم نصنعه وكان في تعاون مع ذا لبنان ريسبونس تيم ومع حسين الحش حسن طبعا بكل شيء ان ريليشن تو الكونتاكت مع المستشفى والريفيوز تبع. خليني اذكر انه فاب لاب هو لابراتوار متخصص للصناعات النموذجيه. مزبوط. هو بروتوتايبنج سبيس. لا يعني موست اوف وات وي دو از بروتوتايبنج صناعه نموذج للستارت ابس للانتربرينورز بلبنان. نعم. وطلاب كليه العلوم كان في عنا عدد من الطلاب اللي كان في لهم مبادرات فرديه تتعلق كمان بفيروس كورونا، خاصه انه استضفنا احد الطلاب اللي كان طور جهاز تنفسي. قد ايه انتم اليوم قادرين تدعموا هيدي المبادرات؟ نحن عم ندعم معظم الاجهزه معظم البروجكتس اللي عم يشتغلوا على اجهزه التنفس بلبنان. قطع كم صوره هلا. نحن لهلا مع حسين الحش حسن صرنا مصنعين اثنين يعني تو ديفرنت فيرجنز اوف ذا ماشين تو ديفرنت ديزاينز وعم نشتغل عم نطور النموذج سو كل يومين ثلاثه بنكون عم نصنع قطع جديده لنحسن الديزاين اللي قبله. نعم. حسين الحاج حسن هو دكتوراه بهندسه الاتصالات. مزبوط. وكان ضيفنا قبل بمره عباس صداوي طالب دكتوراه بهندسه الروبوت كمان هو اللي عباس كان عباس هو المين ديزاينر ان ذيس بروجكت ان كولابوريشن مع حسين. نعم. الحاج خلينا نحكي شوي عن ايرلوس والبوكس هيدا الانجاز يلي دائما لبنان عم بينفرد فتره بعد فتره بانجازات جديده وبتطوير اجهزه جديده. هلا كثير عم بيتابعونا، نحن بنعرف انه هذا الايروسول بوكس هو متخصص فقط للفريق الطبي. مزبوط. اوكي. بس للاشخاص اللي بعد ما يمكن استوعبوا الفكره، عم نشوف هون فيديو عن شو بتتقلب هولي فيس شيلدز. نحن كمان ان كولابوريشن مع اللبنان ريسبونس تيم مثل ما حكينا عم نصنع كنا فور ذا باست مانث بالشهر اللي قطع. أوكي. عم نشوف ديزاينات مختلفه لفيس شيلدز موجوده وورلد وايد وعم نعمل ديزاينات لفيس شيلدز جديده لنلاقي احسن ديزاين اللي هو بكلف اقل شيء طبعا بياخذ اقل وقت للتصنيع وفي يكون سهل التصنيع. يعني نحن بدنا نشارك هذا الديزاين نبعته لاي حدا بلبنان او برات لبنان عنده المكنه وبيقدر يصنعه. نعم. مش محصوره يعني ان اور لاب. اوكي. رح ارجع لسؤالي اللي هو الايروسول بوكس اللي مخصص فقط للفريق الطبي والاشخاص اللي عم بتعملونا اليوم رح يمكن يستغربوا او ما رح يكونوا يمكن فهمانين كثير فكره هالبوكس، يا ريت نرجع هيك نوضح الصوره ونبسطها بطريقه اكثر. اوكي. هي البوكس هي كثير سمبل. هي بوكس ترانسبيرنت بيقعد البيشنت جواتها. يعني هو عاده البيشنت بيكون اني سيفير كيس فما بيكون موست اوف ذا تايمز ما بيكونوا واعيين سو بس شغلته انه تنحط فوق البيشنت يكون فوق وجهه طبعا يس فوق من الشولدرز وطلوع سو بيكون فولي محمي فولي كفرد اندر ذيس ترانسبيرنت شيت. طبعا في فراغ فوق يعني اتس اراوند 60 سنتيمترز وبيكون الحكيم مستحكم فولي بكل الكت اللي لابسها وبكل الاكويبمنت ذات هي نيدز لانه يعمل له انتوبيشن سيفلي وما يطلع من البيشنت اي فيروسات تكنيكلي. نعم. اي وقت تستعمل داخل غرف العمليات 100%. نعم.
بالاي سي يو سي كثير منيح. لكن هيك نحن طورنا جهاز وانتم طورتوا هذا الجهاز حتى نسهل العمليه اكثر خاصه خلال هيدي الازمه اللي عم نمرق فيها مع فيروس كورونا. رح نحكي اليوم عن تطوير الاقنعه الواقيه، كمان عم تشتغلوا على هذا الموضوع، يعني شو بدنا نطور فيها؟ كيف رح تطوروها؟ باي طريقه؟ صرنا نحن الفكره تاعتنا بالفيس شيلدز بدنا نوصل مثل ما قلت بست ديزاين اللي هو ما بيصرف كتير ماتيريال. يعني جربنا كتير ديزاينز يوزينج 3D printing technology، at some point اكتشفنا انه بدهم كتير وقت للتصنيع. اذا كل شيلد بده ساعتين او ثلاثة مش منطقية لنعمل ماس برودكشن، ونحن بحاجة لعدد كتير كبير. 100% عم نحكي بال10,000 20,000 كل طلبية. سو رأينا انه بدنا نستعمل different technology اللي هي laser cutting اللي هي اسرع طبعا، وبنستعمل thin sheets of material بنقص فيهم الماتيريال، بس بنفس الوقت بدنا نعمل مثل ما نكون شايفين جربنا كتير designs، بنفس الوقت بدنا نعمل design اللي هو مريح للحكيم ما بيضايقه لان بده يلبسه من الاربع ساعات لثمان ساعات بالنهار، وبنفس الوقت يكون خفيف ومثل ما قلنا cheap. اهم شيء يكون تصنيعه كتير cheap رخيص وتصنيعه يكون سريع، وهيدا الفاينل ديزاين اللي وصلنا له هلا حاليا موجود. طيب بس كيف طور هيدا الجهاز اللي هيدا الماسك اللي بيحمينا كيف طورته؟ باي طريقه؟ يعني قبل كنا عم نشوف يمكن بيجي مثل كاسكات، نعمل كاسكات وبتغطي الوجه من قدام. مظبوط، جربنا ديفرنت ديزاينز لنشوف اي واحد بكلف اكثر. هلا صار يعني هول هيدا اخر ديزاين اللي عنا اياه هيدا حاليا. مزبوط، اللي هو ات كفرز. نحن قبل يعني ذا فاينل ديزاين اللي انبعت على المستشفى تكنيكلي كان بيحمل بيشنت، بيحمل الحكيم بس من قدام. نعم. وعلى الطرف نسينا فوق. اند هن راوا انه لان طبعا هن they are more experienced they are living it so they told us انه بدهم ماسك يكون مسكر من كل الجهات. نعم. especially من فوق لما يفوت حتى فلويدز، بس بنفس الوقت اذا بتشوف الصوره مغطى كل وجهه للشخص. نعم. سو بده يكون بنفس الوقت فيزبل، سهل، خفيف، مريح، ما يضايقه كل الوقت، وتشيب. والرباط تبعه موجود من الخلف. والرباط موجود من الخلف. نعم. هو سمبلي مغايطه. وهيدا بتم تعقيمه وفينا نرجع طبعا نلبسه هو مرة بتم تعقيمه وجدا سهل تعقيمه، بينرش عليه اي نوع ماتيريال تعقيم. لا لكن هيدا الجهاز هيدا الماسك صار موجود. يس هي هلا كمان افتر ذس انترفيو حيوصل على مستشفى رفيق الحريري. اوكي يا ريت جبت معك ماسك تنشوفه على الهواء. بس طبعا هلا بعرف انه معقم، بس اذا واحد خسرناه مش مشكله. بدي احكي عن المشروع او موقع الكتروني اونلاين خصصته للاشخاص اللي حابين يستفسروا عن اماكن الحجر الصحي. مزبوط. خبرني عن هيدا. كمان عم نشتغل على مشروع مع هيئه مكافحه كورونا لان كان عندهم مشكله هن باماكن الحجر، او كان طبعا العالم not aware، مش ما عارفين وين بدهم يروحوا، اذا بدهم يحجروا حالهم، اذا شو لازم يعملوا. سو قررنا نعمل بلاتفورم ويب سايت اونلاين متوفر للجميع، في اي حدا يفوت عليه وبيقولوا له وين اقرب اوتيل او وين اقرب مركز حجر ممكن يزوروه، بلس ماني انفورميشن ريليتد لل شو هو COVID. الموقع بس تيصير اوفيشال بنبعث لكم اياه، يعني بعد في لانه هو ان كولابوريشن مع الدوله لازم يصير في كثير ابروفلز ليصير اونلاين. نعم تقريبا يعني بعد شي اسبوع بس هوبفلي ذس ويك. يعني هو ذا ويب سايت موجود بس ناطلين ذا فاينل ابروفلز لانه 100% لان في وزاره الصحه included بالموضوع. نعم. أهلا وسهلا فيك المهندس وائل خليل، يعطيكم ألف عافية على كل المبادرات الفردية اللي عم بتقوموا فيها والجهود الكبيرة لحتى كلنا نقدر نتخطى هذه المرحلة بخير وبسلامة. أهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل علينا صغير ونرجع.